مرحبا شباب، خلينا نكتب كلاس بولينا ميل. كتبنا اسم الكلاس، انا خليته سمول، مفترض يكون كابيتال، انا خليته سمول لان اريح لي في التشيكينج، انتو بعدين حولوه الى كابيتال. تمام، عشان نكتب الكلاس بنكتبه بهالطريقة، بنستخدم امبورت ArrayList مثل ما موجه لي عند في السؤال، قال use java build in class ArrayList and implement various operation of polynomial، وقال انه بعدين انه ازيد عليه بال implement various operation اللي هو الميثود حق ال polynomial class. تمام، فمثل ما تلاحظون هنا قال لي اسوي nested variable، اول واحد من type ArrayList object يكون بولي وبس ياخذ دبل، وثاني واحد ديجري، زين يحدد الرقم اللي موجود في البولينوميل بولي. تمام، هاي تقريبا نفس السايز نفس اللينث نفس الشيء يعني. فشلو بنكتب هاي؟ بنكتبها بهالطريقة، سوينا لنا اوبجكت زين حددنا بس يكون دبل، تمام بولي، وهني الديجري خليناه انتجر لانه هو بيكون عبارة عن الاندكس، بنستخدمه كاندكس كسايز، فالدبل بيكون بينفعنا. زين قال لي اول كونستركتر شلون، قال لي كونستركتر without any parameter default which create array list which create ArrayList object poly of default equal to 10 and initialize degree to 0. تمام، مثل ما قال لنا نحط القيمة السايز ماله 10 و 0، مثل ما شرحنا ArrayList نفس الطريقة بيسوي الكونستركتر. انا تركيزي في هالسؤال على الميثودات الباقية هاي لان اوريدي خذيناها، فتعرفون الفكرة. زين بعدين الثاني شنو قال لي؟ قال لي constructor with parameter، constructor with parameter a poly an array of type double. اوكي بناخذ array ثاني، constructor with parameter a poly an array of، قاعد يشرح a poly شنو هو، an array of type double to present a polynomial an n of type integer. زين يعني هم بناخذ الاري وهم بناخذ ال n في البارامتر. The degree of the polynomial create array list. The degree of the polynomial اللي هو ال n يقصد، create ArrayList object poly of capacity equal to n plus 1. تمام، بعدين قال لي initialize the degree to n، بعدين قال لي copy element of array a poly in the into ArrayList object poly. تمام، فقال لنا ان بنستلم a poly على اساس انه هو array of double. تمام، انا احتياطا بحل بطريقتين، طريقة ان الاري بيكون دبل، والطريقة الثانية انه بيكون object حق array list. تمام، لان ليش هني كاتب لي to present a polynomial. تمام، فخلنا ناخذها على الطريقتين، والان هو الديجري نفسه، فبنكتب هني polynomial اول خيار عندنا هاي a poly بعدين n. قال لنا نخلي البولي مالنا اللي فوق
يساوي اللينث ماله equal new array list، ونخلي هني n plus 1. هني ما خليت شيء لانه في البداية عرفته فما يحتاج، حتى لو شلته بعد عادي يعني ما تشوفون. اوكي، وبعدين شنو قال لي؟ قال لي ان احدد الديجري equal to n. ازين بعدين قال لي copy the element of the array a poly into array list object poly by calling method of class array list. تمام، هالكلام يأكد ان هاي بيكون array double array ما بيكون object. تمام، من هالسطر نفهم ان شو اسمه، لان هني قال object poly، هني ما قال object، فنتأكد ان هاي بيكون array. تمام، ولكن انا بسوي لكم الاثنين لان ممكن اسئلة جاية بتكون باستخدام الاوبجكت، على الاقل عندكم فكره. تمام، فبنركز ان شلون الحين بنسوي كوبي حق الاري حق الاليمنت اللي داخل الى الاري ليست باي كولينج، شوف هنا وايد مهم، ميثود اوف ذا كلاس اري ليست. مثل ما تعرفون الكوبي بيكون بهالطريقه، انه هاي عندي رسمه وانسخه نفس الاندكس بيكون هني وهني نفس الطريقة ثنائهم. تمام، فعلشان انسخ هاي بحتاج شنو؟ طبعا بحتاج لوب، لانه بتعامل ويا الاندكسات، ومن اول اندكس باخذ القيمة اللي في الاري زين بحطها في الاوبجكت مالي هني. تمام، شلون نقدر نسوي هالشي؟ بنشوف الحين، بنقول له for integer i equal 0 i اصغر من، خلينا نحط n، نقدر نحط degree ولكن نفس الشيء n degree لان already محدد i plus plus. تمام، نفتح قوس، بعدين خلي بس احط هني، بعدين شنو بقول له؟ بقول له poly dot poly dot add. زين الاد هاي من وين يا لنا؟ من الاري ليست. هنا شنو؟ باخذ الاري نفسه زين بخليه داخل الهاي. الحين احنا بنسوي بطريقه الاوبجكت، بنشيك الميثود، بنرد بنسويه بطريقه الاري. تمام، هو يبغي بالاري، فهني شنو بنقول له؟ بنقول له apoly dot poll. تمام، لان ليش هاي apoly object، احنا نبغي ندش في الاري اللي داخل الاوبجكت. تمام، فنقول له بول، يعني شنو؟ كنا دخلنا احنا خذينا البولي مال من؟ مال اوبجكت ابولي. تمام، ليش؟ علشان ندخل في الاري، لان اذا قلت ابول كني كل الاشياء اللي هني موجوده يعني اقدر استخدمها، فانا ابي استخدم شيء محدد اللي هو الاري بس. تمام، فهني قلت له poly بعدين dot شنو؟ get، لأن ليش؟ أبي أطلع القيم اللي داخله. فهني بقول له i semicolon. تمام، هل أحتاج أزيد أو شيء؟ هاي كله بصير أوتوماتيك، وأوريدي ما أحتاج أزيد الديجري لأنه حددته من البداية، لأنه قال السؤال إنه يبي يحدده. ولكن أنتوا إذا يعني مثلا
هو في العادة إذا أنا أعرف القيمة النهائية اللي بيوصل لها الديجري ما أحتاج أزيدها، أسوي له بلاس بلاس، لأنه بزيد على الميموري على الكمبيوتر شغل إضافي، خطوة إضافية. تمام، فالحين خلينا نجرب الميثود مالنا، بعدين نعدل هاي إلى أري. سوينا اوبجكت اوريدي، فنحتاج الحين بس ننادي الميثود مالنا، نقول بنسوي اوبجكت ثاني زين، وبعد شو نحط؟ بنحط حجمه اللي هو كم؟ 4. حاليا بنكتب بهالطريقة عشان الفهم، بس بعدين بنغير الساعة، بنغير لأنه مفترض هاي يكون ميثود ما يكون بهالطريقة زين. فالحين نشغل البرنامج. ما اعطانا ايرور، يعني اوكي. فعلشان نشوف القيم اللي موجوده، بستخدم ميثودات من اللي موجودين داخل زين. شلون بستخدمهم؟ براويكم. حق التست تقدرون تسوون الحركه بعدين تمسحون. فهني الحين احنا سوينا البولي صح، فنقول له بولي دوت تو سترينج علشان اشوف شلون صاير داخل. ومثل ما قلنا هالميثودات ريتيرن، فلازم نخليه داخل سيستم دوت اوت. بنقول له بولي تمام، شغل مثل ما شفتوا نفس القيم اللي موجودة فوق تمام، يعني شغلنا ممتاز. زين الحين التعديل قال لي يبغي اري، فشنو بنقول له؟ هني بنشيل هاي، بنخلي هني دبل وقوس، هني صار دبل وقوس. وهني شنو بيكون؟ هني بيكون الاري نفسه ابولي زين، هو خلاص اري عبارة عن اري. فشنو بقوله؟ بحط الاري هني تمام. فالحين احتاج اسوي لي اري واقول له دابل كول نيو دابل، واني بخلي مثلا خلينا نقول 4. او الافضل ان شنو نخلي الديتا مرة واحدة عشان نختصر على روحنا، نقول مثلا 10 30 50 60 سيمي كولوم في النهاية. شوفوا هني وياي انا استخدمت اري، فهني بخلي لي اري، وهني من مكان احط لي 4 بقول له اري دوت لينث، مفترض دائما يكون ميثود تمام. لو كنت استخدم اوبجكت بستخدم حق هالميثود جيت ديجري مثلا، هاي بنشوفها بعدين تمام. الحين بنشغل البرنامج مرة ثانية مثل ما تشوفون بالضبط نفس الأرقام صارت في هالميثود زين. ف خلينا نمسح هاي، هاي بس علشان التست. فكذي سوينا الكونستراكتور، كوبي كونستراكتور. في العادة يكون هني اوبجكت تمام، ولكن هو طلب الاري فاوكي. اذا نكمل والاسئلة. قال لي بعدين انستد ميثود get degree which return انستد variable degree، هاي نفس ال get size و get، هاي مجرد get عادي لان الميثود سهل واعتقد كلكم تعرفون. فهاي هو الميثود اوريدي كتبناه، خلينا نكمل. انستد ميثود add term that accept a parameter coefficients of type double.
It will insert the coefficients in the pulley at the end as the next higher term of the polynomial and also increase the degree by 1. هاي شنو يضيف ال يضيف ال value خلينا نسميه في آخر ال array. هل الميثود اوريدي انتو تعرفونه اللي هو add at the end. شلون بنسويه هالميثود؟ add term double coefficients بعدين بنقول له poly dot add اللي هو شنو ال add هاي من وين يات؟ يات من ال array list. تمام بعدين بنزيد الديجري. هاي اوريدي انتو تعرفونها الاد العادية حق الاري ليست. زين بعدين نستد ميثود ابديت تيرم ذات اكسبت ا باراميتر نيو كوفين اوف تايب دبل اند باور تر بول اوف ذا تايب انت. The method will update the coefficient of x power term to the new coefficient in poly. Notice the pole is the index of the arrayless object poly. تمام؟ باختصار معناته شنو؟ معناته ان احنا بنسوي update بنروح حق مكان موجود في الاري وبنغير قيمته. هاي بالضبط اشتغل نفس شنو؟ نفس الست. تمام بالضبط لانه ابديت وشنو بياخذ قيمتين اللي هو البو اللي هو الاندكس وبياخذ شنو كوفيشنتس اللي هو بيكون الفاليو فبالضبط يشتغل نفس الست. اذن فهاي هو الميثود ابديت تيرم دبل نيو كوفيشنت انتجر بول بيشتغل بالضبط نفس الست. فخلينا الست واشتغلنا. فهنا هالميثودات كلهم بنجربهم في المين. حاليا احنا استخدمنا add term اوريدي جربناه اوكي شغال عشان نشوف الميثود. بعدين شنو عندنا؟ عندنا insert method get coefficients that accept a parameter او اللي هو power of type integer and return the coefficient of x power يعني get باختصار لان اسمه هني بعد get ان نطلع القيم في المكان المناسب. فشلون بنسوي بعد نفس الطريقة اخلي الميثود وهني return pole.get. تمام زين عندنا هني instead method evaluate to evaluate a polynomial. This method accept a parameter for x, evaluate the polynomial expression and return the result. معنات هالكلام شنو؟ خلنا نروح شوي فوق. شوفوا هني هني القيم شلون عندي اياهم؟ عندي بهالطريقة a. زين ما عليكم ال n حاليا يعني خلينا نعتبر ال a هو القيمة اوكي. وعندي هني x فلو نشوف خلي بوريكم شغلة. لو نشوف القيم هني شلون عطانا مثال قال مثلا 1.2 و x تربيع 1.2 و x. اذن هاي evaluate شنو بيسوي بالضبط؟ مكان ال x بنحط قيم تمام. وإذا حطينا قيمة بنعطي قيمة إحنا من عندنا والناتج النهائي لأن هاي بنجمع وبنجمع وما أعطانا مثل ثانية ونشوف الجواب النهائي ماله. تمام كمثال خلى تمام صار بهالطريقة الميثود. هو دائما ينطبع من آخر شيء. شوفوا هني الاكس ما في اكس لان ليش كانها صايره اكس عليها صفر هاي كماث يعني. ف
فمن بسبة ان الاندكس صفر فهاي اول وحدة تمام، وهاي الثانية لان ليش اندكس واحد كنا بس اكس تمام، وهاي اندكس اثنين وهاي ثلاثة وهاي اربعة تمام. اذا خلينا قيمة في الاكس فالمعادلة بتبرز ونقدر نحلها، مثلا قلنا الاكس نبغيها باثنين، زين اذا عوضنا مكان الاكس كامل هني اثنين فبصير معادلة كاملة ونقدر نحلها. في الاسايمنت يبغي منا ان نحط اي قيمة هني مكان الاكس ويطلع لنا الناتج النهائي. فعلشان كذي فالميثود بيكون بهالطريقة. زين نوعيته دبل ونسميه evaluate ونخليه داخل x تكون بعد دبل. x ممكن تكون integer ممكن تكون دبل لان x ذي بيعتبر اي شيء، فخليناها دبل. زين علشان نسوي هالقيمة نبغي مكان يتجمع في الناتج، يعني مثلا لو خلينا نشوف في الرسم هاي كل واحدة منهم بيكون لها قيمة بروحها. يعني مثلا حين هالعشرة اذا قلنا الاكس مالتنا تساوي اثنين، اكس ايكوال تو تمام، هالعشرة بيكون لها قيمة صح، بصير لها قيمة قيمة يعني بتصير بهالطريقة، عشرة ضرب اثنين زين، وعندنا أس أربعة تمام. هاي بصير قيمة، فأول شيء لازم نطلع هالقيمة، بعدين شنو نجمعها مع القيمة الثانية تمام. فهنا نخلي بلس بعدين عشرين ضرب اثنين نفسها لأن الإكس اثنين تمام وكذي. فعلشان نسوي كذي بالكمبيوتر فطبعا بنحتاج لوب زين، ونحتاج مكان يجمع كل هالنواتج زين، نفس السام ولكن ما بنسميه سام، بنسميه ايفالويت مثل ما تشوفون هنا، بنقول له دبل ايفالويت ايكوال صفر، وطبعا في النهاية بيصير ريتيرن حق شنو ايفالويت. فبنكتب هنا فور انتجر اي انتجر اي، بنسوي لنا لوب سواء سويناه بالعكس او سويناه نفس الطريقة العادية ما بيفرق نفس الناتج. هاي انتجر اي ايكوال صفر بلس بلس، هنا شنو بنقول له؟ بنقول له ايفالويت بلس ايكوال لان نبي نضيف عليه. شنو بيكون؟ بنحتاج نستدعي القيمة، اوريدي عندنا get اللي هو get coefficients، بنخلي الرقم داخله اللي هو كم اي كل مرة بيتغير. بعدين شنو بنضربه في شنو؟ بنستخدم ميثود من الماث تمام عشان ما نصنع كل شيء احنا بروحنا، فيها باو اللي هو باور اوريدي، وشنو بنخلي داخله؟ بنخلي قيمة اكس بالاضافة الى اي اللي هو الاندكس. يمكن بعضكم يقول ان شلون بنضرب رقم في الصفر بيسوي لي خلل تمام، ولكن لان احنا استخدمنا بو الميثود مالت الماث. شوفوا شلون حلوا هالمشكلة، هاي ميثود ماث بو هني. بنروح حق الميثود اللي نادوه زين، شوفوا تقريبا ثلاث كلاسات، لان ليش يبون يعني مثلا اذا سووا الكود مره في مكان ما يحتاج بعد نرد نسوي. زين مو هاي موضوعنا الحين، فمثل ما تشوفون هني شنو قال
ياخذ x و y تمام. فقال له إذا y equal 0 0 return شنو؟ عطني 1. فما بيصدنا هالمشكلة. أوكي. فبنرجع الحين. الحين باقي نجرب. فبنرجع حق المين نشوف هالمين مالنا بنشيك. نقول system.out بنجرب أول شيء بال P1 بنقول له شنو evaluate خلينا نقول 2 ونشوف شو الناتج بيطلع لنا. أعطاني 570 على هالأرقام اللي عندي إياهم تمام. فشلون أتأكد؟ لازم أستخدم الكالكوليتر. فأروح حق الكالكوليتر بنشيك بالكالكوليتر نقول 10 زائد لأن أول واحد بعدين شنو بنقول له بنفتح قوس نقول 20 ضرب كم الرقم عندي قلنا 2 صح 2 power 2 1 اللي هي 2 يعني قوس زائد بعد شنو عندنا 30 قوس نقول له 30 ضرب 2 power 2 وصك القوس زائد كم عندنا 50 فبنقول له فبنفتح قوس او شيء بنقول له 50 ضرب 2 to power 3 وصك القوس ونشوف الجواب بالضبط نفس الجواب عطاني يعني الميثود مالي شغال 100% تمام. فهاي جربناه بالكالكوليتر تقدرون انتم تجربونه لان الكالكوليتر هو بيعطيني شو اسمه اذا شفتوا في اختلاف بين الرقم في الكالكوليتر والميثود مالكم ف يعني في خلل لازم تصلحونه الكالكوليتر هو بيكون الصح دائما. زين فخل بعد نجرب P1 سوينا لها خلينا نشوف P2 على هالقيم تقدرون تشيكون بالكالكوليتر. فالمهم ميثود مالنا بهالطريقة نقدر نحلها. بعدين شنو قال لي؟ قال لي instead method add having a parameter p2 of type polynomial to add two parameter expressions this object and p2 and return result as the object of the polynomial. هنا قال لي not the degree of the both polynomial to be at may be different تمام يعني الطول ممكن يكون مختلف. فعطانا هنا مثال قال مثلا اول واحد بيكون هاي قيمة هاي قيمته والثاني q بيكون هاي قيمته اذا جمعناهم ويا بعض بيعطينا شنو بيعطينا هالقيمة. لو تلاحظون ان الاكسات لازم يتجمعون ويا بعض يعني شوف هالاكس ويا هالاكس تمام الاثنين ويا الاثنين كأنه بالضبط نفس الشغلة اللي هني ان يعني الزيرو مع الزيرو الوان مع الوان التو مع التو لو تلاحظون هني نفس طريقة الكوبي تمام. هالميثود مالنا هو قال return كأوبجكت وتلاحظون في الأخير قال لي return كأوبجكت يعني بينزلون كأوبجكت تمام يعني كأني قاعد أسوي array ثالث وش اسمه وهاي النتيجة مالتهم بدون ما أغير الأري الأصلي مالي. فعلشان كذي بحتاج أسوي لي أوبجكت من نفس الكلاس
فبقول له polynomial temp لأنها معقد equal new polynomial خلي default لأن ليش أبي أسوي لك المرة add. إذن الحين شنو عندنا مشكلة شنو السايز؟ شوفوا هني شنو قال لي، قال لي notice your note that the degree of the both polynomials to be add may be different. تمام، هالنقطة لازم نحطها في الحسبان انه ممكن يكون مختلف. فعلشان نحل هالمشكلة شنو بنقول له؟ بنحط اف، بنشيك من الاكبر. تمام، والاحسن دائما شنو نحط variable integer bigger مثلا، لان الديجري هو انتجر فخلينا انتجر كول زيرو. يا الاذكى ان عشان نختصر على روحنا خطوات شنو نقول له، نخلي اي واحد منهم، وفي حالة طلع العكس بس يغير. يعني مثلا الحين انتجر bigger بنقول له get degree. تمام، بعدين نقول له اف، بنقول له نقدر نكتبها بهالطريقة اسهل bigger لان هي already get degree، smaller than p2 dot get degree. شنو يصير؟ بس هاي يتغير، بسويها كوفي. p2 تمام، فتغير. فكذي عرفنا اي واحد منهم اكبر. إذن الحين بنحتاج لوب يضبط لنا الريزولت. بنقول له انتجر i equal 0 i اصغر من شنو؟ من bigger. تمام، لان البيجر هو اللينث. بعدين i plus plus. زين الحين يمكن بيصير لنا مشاكل ويا هاللوب، لان ليش؟ اذا واحد منهم اصغر او في فرق، زين بيعطيني يعني مثلا ابغي اللوب يشتغل 4 مرات، فبياخذ قيم 4 مرات، يمكن اخر واحد ما يكون في قيم بيعطيني ايرور. فمن كذي لازم احط في حسباني انه بيسوي لي مشاكل وانا ما ادري اي واحد فيهم اللي هو الاكبر. فعلشان ما اطيح في المشكله شنو بسوي؟ بسوي لي افات، اقول اف انا حاليا ما ادري من الاكبر. زين فعلشان كذي لازم احط احتمالات حق الاثنين. فبقول له شنو؟ بقول له اي اي اصغر من get degree and اي اصغر من p2 dot get degree. تمام، ان شنو في حالة اثنيناتهم ما وصلنا الطول المناسب، يعني في مرحلة 0 و4 و5 وكذي. خل أوريكم بالبنت عشان الفكرة توضح. شوفوا هني وياي عندي 2 أري، زين فما أدري من الأطول فيهم، يعني ما أدري هل هاي P1 ولا P2، ما أدري. فما أدري هل هو this اللي يعني ما أدري أي واحد منهم P2. تمام، لهالسبب انا لازم احط لي افات لانه ما ادري من الاكبر فاحتياطا، وما ادري من البيجر اصلا فيهم، يعني يوم صارت القيمه ما ادري هل هو الاري اللي طلبنا منه
الكولينج اللي هو هاي هنشوفه هنا في المين. شوفوا هاي الـ object، لا هاي الـ object الكول اللي بيصير هنا نستخدمه كذس، تمام. وفي object ثاني نخليه داخل القوس مثل هني تقريبا هني ايه، فانا ما ادري اي واحد الاكبر، فعلشان كذي بحط افات وبتشيك هل وصل السايز ماله ولا لا عشان ما يعطيني ايرور. في حال ما وصل اثنيناتهم اوكي ما وصل، شنو بقول له؟ بقول له تم، لان انا بضيف كل مره دوت اد اد ترم. شنو بحط هني؟ هني بجمعهم ويا بعض، ولكن القيم لازم اجيبهم، فشنو بقول له؟ بقول له get coefficients، وهني بحط له الاي زائد get. هني ما بقول له get عادي، هني بقول له p2 dot get coefficient وبعطي ال i هني، تمام. فهاي اول اف خلصناه. الحين بنروح اذا مثلا الميثود اللي سويت منه كول هو الاكبر، فشنو بقول له؟ بقول له else if i اصغر من get degree and i اكبر او يساوي اللي هو يعني p2 dot get coefficient sorry get degree، تمام. هنا في الحالة شنو؟ ما في شيء في ال p2 فبيكون نال، فما بنحتاج نضيفه، بس بنضيف شنو؟ بنضيف اللي من الاوبجكت اللي نادينا اللي هو this. فشنو بيقول له؟ بيقول له temp dot add term، ونخلي هني get coefficient العادية ونقول له i، تمام. هني بعد else if ما نقدر نخلي if، لان if بيكون كذا احتمالات، فاحنا نبي نحدد شنو اللي نبغيه بالضبط. قلنا له i اكبر او يساوي get degree and i less than p2 dot get degree. في الحالة شنو؟ بنضيف القيمة اللي داخل p2، فبنقول له temp dot add term اللي بنقول له p2 dot p2 dot get coefficient i، تمام. وهني اخر شيء بنقول له return temp.